منزل الأحلام هو مطعم آخر للفقراء موجود في أحد الأحياء الأرجنتينية المتواضعة، مثله في ذلك مثل عدة مطاعم منتشرة في عدة أماكن في البلاد تقدم الطعام المجاني للفقراء والمحتاجين في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية تلقي بظلالها على الجميع وخاصة الفقراء. في هذا الحي المتواضع في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس يصطف المواطنون أمام ما يسمى بمنزل الأحلام بغية الحصول على وجبة طعام في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، كما هو الحال في كل مكان. عندما يضيق العيش يكون الفقراء أول المتضررين، لذا قررت إحدى النساء أن تطهو الطعام لمن يحتاج وتقدمه لهم بالمجان أسبوعياً. تقول صاحبة المبادرة إن أسوأ ما قد يحدث لإنسان أن يحرم من الطعام وأن يضطر إلى التوسل من أجله، وتضيف أنه لا يمكن التفكير الآن بالدولارات والشركات والأزمة الاقتصادية بل بالناس وكيف يمكن أن يعيشوا كل يوم بيومه. فيما يحاول هؤلاء توفير احتياجاتهم الأساسية اللازمة للمضي بحياتهم وحياة عائلاتهم، يصطفون أمام كرم هذا المنزل لتلبية حاجة أخرى لا يمكن الاستغناء عنها، آملين أن يجد الفرج طريقه إليهم.